أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة لحضور حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة السيد نور شهرير سفير جمهورية أندونيسيا لدى مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني لبلاده، بحضور عدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والمدعوين. وقد نقل سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة تهاني وتبريكات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للقيادة والشعب الأندونيسي بهذه المناسبة، متمنيا سموه لجمهورية أندونيسيا وشعبها باستمرار التقدم والرفعة. وأكد سموه حرص البحرين على تطوير عرى التعاون مع جمهورية أندونيسيا في كل المجالات وبالشكل الذي يلبي المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين، ارتكازا على ما يربط البلدين من علاقات قوية تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل. من جانبه أعرب سفير جمهورية أندونيسيا لدى البحرين عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الاهتمام الذي يوليه سموه بكل ما يرتقي بالتعاون الثنائي المميز بين البلدين، منوها بما تشهده المملكة من تطور ونماء في شتى القطاعات.